طبعا الرياضه نتاعنا رياضه تتطلب تركيز و شويه مع مجهودات بدنيه حبينا نعرفوا بالرياضه هذه في الشقيقة الجزائر لهني لبينا دعوه خونا عادل اللي استضافنا وحب حبي يعملها تجربه اولى للنشاط الرياضي هذايا في الجزائر وان شاء الله نقدموا للنجم عليه وان شاء الله نكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله اليوم جتنا تظاهرة رياضية جديدة خاصة بالرماية بالقوس ظاهرة جديدة عندنا لهنا في مدينة بئر العاتر وأنا شاب من المدينة يعني حبيت أني نكون نجرب هذه الرياضة هذه وإن شاء الله تكون حاجة جديدة علينا وإن شاء الله كل يوم جديد قمنا باستضافة النادي الرماية بجمنا قبل لي بالدولة الشقيقة واللي هما اخواننا تونس. جتني الفكرة بمحاكمة بالحكم انهم اصدقائي. كان عندي اتصال معهم مباشر، زيارات ديما نمشي لهم. حكيت معهم على الموضوع في الرياضة هذه حبيتها نجيبها ونبرزها هنا في بلاد الجزائر وخاصة في مدينة بئر